You may be seated. أصحاب السيادة، أصحاب المعالي، المطارنة الأحباء والأجلاء، قساوسة وجميع الجمع الحضور ها هنا، أرحب بكم في هذا اليوم البهيج، اليوم الذي يسجل في تاريخ كنيستنا الإنجيلية اللوثرية في الأردن والأراضي المقدسة. اليوم يصنع تاريخ جديد في هذه المدينة، في مدينة القدس. نصلي إلى الله أن يكون هذا التاريخ بداية إشراقة جديدة ونمو وازدهار للكنيسة. أسأل الله أن يبارك مرشحة رسامتنا البكار سالي، وأن يعطيها القسيسة سالي اللي بعد شوي قسيسة سالي، يعطيها قوة لكي تستمر في عملها وخدمتها. Dear friends, Your Grace, bishops, clergy, visitors, ambassadors, and everyone, we would like to welcome you in the name of our Lord Jesus Christ into this historical moment and this historical service, that from here we start a new phase in the Evangelical Lutheran Church in Jordan and the Holy Land. So we ask God to bless the newly ordained pastor, and we all have to keep her in our prayers. بسم الأب والابن والروح القدوس. معونتنا من عند الرب. We will read Psalm 86, verses 1 through 12, responsively, with the congregation responding in the bold print. Incline your ear, O Lord, and answer me, for I am poor and needy. Preserve my life, for I am devoted to you. Your servant who trusts in you, you are my God. Be gracious to me, O Lord, for to you do I cry all day long. Let the soul of your servant hear you, O Lord. For you, O Lord, are good and forgiving, abounding in steadfast love to all who call on you. In the day of my trouble, I call on you, for you will answer me. All the nations you have made shall come and bow down before you, O Lord, and shall glorify your name. Teach me your way, O Lord, that I may walk in your truth. Give me an undivided heart to revere your name. I give thanks to you, Lord my God, with my whole heart, and I will glorify your name. Oh,
دعونا نعترف بخطايانا لله القادر على كل شيء، تائبين وقائلين: اللهم القدير أبانا السماوي الأرحم، إنا نعترف بأننا أخطأنا إليك وإلى قريبنا بالفكر والقول والفعل، بما عملناه وبما تركنا عمله، فنحن آسفون من كل قلوبنا ونادمون ندامة حقيقية، فارحمنا واغفر لنا من أجل ابنك يسوع المسيح، وارشدنا لنعمل ما يرضيك. آمين. يا رب ارحمنا. يا مسيح ارحمنا. أيها الرب ارحمنا. إن الله القدير الرؤوف يغفر لنا خطايانا باستحقاقات ألم ابنه يسوع المسيح ربنا وموته وقيامته، وأوكلني خادماً ليسوع المسيح في كنيسته أن أبشركم بنعمة الله وبمغفرة كل خطاياكم باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد. آمين. المجد لله في الأعالي. Let us pray. أيها الرب يسوع المسيح، لقد جئنا إليك في هذا الوقت لنضع بين يديك أمتك سالي التي سترسم في هذه الخدمة المقدسة راعية في الكنيسة الإنجيلية اللوثرية في الأردن والأراضي المقدسة وفي كنيسة المسيح. املأها يا رب بحق تعليمك، وامنحها روحك بغزارة ليرشد عقلها ويقوي جسدها وينمي إيمانها. اجعلها يا رب تتشبه بك يا رب يا يسوع المسيح في المحبة والحكمة والخدمة والأمانة وفوق كل شيء الطاعة، وأن تغاضي يا رب عن الإساءة والمسامحة. أهلها يا رب للكرازة بكلمتك المقدسة وخدمة السرين المقدسين ورعاية قطيعك لمجد اسمك الأعظم. نسأل هذا باسم ربنا يسوع المسيح الذي يحيا ويملك معك ومع الروح القدس إلها واحدا إلى أبد الآبدين. آمين.
القراءة الأولى مأخوذة من رسالة بولس الرسول إلى أهل روميا الفصل الأول والآيات 13-17. ثم لست أريد أن تجهلوا أيها الإخوة أنني مرارا كثيرة قصدت أن آتي إليكم ومنعت حتى الآن ليكون لي ثمر فيكم أيضا كما في سائر الأمم. إني مديون لليونانيين والبرابرة، للحكماء والجهلاء، فهكذا ما هو لي مستعد لتبشيركم أنتم الذين في روميا أيضا، لأني لست أستحي بإنجيل المسيح، لأنه قوة الله للخلاص لكل من يؤمن، لليهود أولا ثم لليوناني، لأن فيه معلن بر الله بإيمان لإيمان، كما هو مكتوب: أما البار فبالإيمان يحيى. آمين. The Lord be with you. Hear the gospel of our Lord Jesus Christ according to Matthew. المجد لك يا رب، المجد لك. ولما دخل يسوع كفر ناحوم جاء إليه قائد 100 يطلب إليه ويقول: يا سيد، غلامي مطروح في البيت مفلوجا متعذبا جدا. فقال له يسوع: أنا آتي وأشفيه. فأجاب قائد 100 وقال: يا سيد، لست مستحقا أن تدخل تحت سقفي، لكن قل كلمة واحدة فيبرأ نفسي، يبرأ غلامي، لأني أنا أيضا إنسان تحت سلطان، لي جند تحت يدي، أقول لهذا اذهب فيذهب، ولآخر ائتي فيأتي، ولعبدي افعل هذا فيفعل. فلما سمع يسوع تعجب وقال للذين يتبعون: الحق أقول لكم، لم أجد ولا في إسرائيل إيمانا بمقدار هذا. وأقول لكم إن كثيرين سيأتون من المشارق والمغارب ويتكئون مع إبراهيم وإسحاق ويعقوب في ملكوت السماوات، وأما بنو الملكوت فيطرحون إلى الظلمة الخارجية، هناك يكون البكاء وصرير الأسنان. ثم قال يسوع لقائد 100: اذهب وكما آمنت ليكن لك. فبرأ غلامه في تلك الساعة. إنجيل الرب. الحمد لله. Gospel according St. Matthew chapter 8 verses 5 to 13. When he entered Capernaum, a centurion came to him, appealing to him and saying, Lord, my servant is lying at home, paralyzed in terrible distress. And he said to him, I will come and cure him. The centurion answered, Lord, I am not worthy I'm not worthy to have you come under my roof, but only speak the word and my servant will be healed. For I also am a man under authority with soldiers under me,
And I say to one, go, and he goes, and to another, come, and he comes, and to my slave, do this, and the slave does it. When Jesus heard him, he was amazed and said to those who followed him, truly I tell you, in no one in Israel have I found such faith. I tell you, many will come from east and west and will eat with Abraham and Isaac and Jacob in the kingdom of heaven, while the heirs of the kingdom will be thrown into the outer darkness, where there will be weeping and gnashing of teeth. And to the centurion Jesus said, go, let it be done for you according to your faith. And the servant was healed in that hour. The Gospel of the Lord. ولن دعونا معا نعترف متحدين مع الكنيسة المسيحية الجامعة المقدسة الرسولية في كل زمان ومكان اعتراف قانون إيماننا النقوي الطاهر قائلين نحن نؤمن بإله واحد آب قادر على كل شيء خالق السماء والأرض وكل ما يرى وما لا يرى وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور إله من إله نور من نور إله حق من إله حق مولود غير مخلوق ذو جوهر واحد مع الآب هو الذي به كان كل شيء الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد بالروح القدس من مريم العذراء وصار إنسانا وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي وتألم وقبر وقام أيضا في اليوم الثالث على ما في الكتب المقدسة صعد إلى السماء وهو جالس عن يمين الآب وسيأتي أيضا بمجده ليدين الأحياء والأموات الذي ليس لملكه نهاية ونؤمن بالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب والابن المجود له والممجد مع الآب والابن الذي تكلم بالأنبياء ونعتقد بكنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا وننتظر قيامة الموتى وحياة الدهر الآتي آمين. نعمة لكم وسلام من الله أبينا ومخلصنا يسوع المسيح آمين. موضوع الوعظ لهذه المناسبة السعيدة بسامة الشابة سالي عازر لرتبة الخصوصية اخترتها من الآية التي اختارتها سالي عنوانا لرسامتها توكل على الرب بكل قلبك وعلى فهمك لا تعتمد يا رب افتح شفتي فيخبر فمي بتسبيحك آمين. Dear brothers and sisters in Christ, first I would like to thank all of you for being with us today in this service on Sunday afternoon. Actually, I don't find the right words to thank everyone by his name who are with us today in this service. As I was a pastor, my daughters, they were always waiting until I make the announcement after the service because they were sure that I will mix the names with each other. That is my big problem. And it is better, they told me not to say names because you will do something not right.
And if I want to mention and to say names, all the names that we have today, I will not. But every one of you who are with us today, he is very special guest for us. He is very close to our church, to our people, to our land, and we are very thankful for you for being with us today. I will preach in Arabic, and I hope that you have the translation in English and in German. Am Anfang möchte ich Sie alle begrüßen hier in Jerusalem, in der Erlöserkirche. Ich möchte gerne jeden und jede im Namen begrüßen, aber das werde ich bestimmt nicht schaffen. Wir sind hier zusammen und das zeigt die Verbundenheit, die unsere Kirche, unsere Gemeinde, unser Land mit Ihnen allen haben. Es ist für uns eine große Freude, und dass Sie die Zeit genommen haben, dass Sie bei uns heute in diesem Gottesdienst sind. Ich bedanke mich im Namen der Kirche, im Namen der Synode und Kirchenrat, dass Sie alle bei uns sind. Und ich werde in Arabisch predigen. Ich glaube, die Predigt in Deutsch haben Sie auch bekommen. إخوتي وأخواتي الأعزاء، عزيزتي سالي، شو رأيك سالي تيجي تقعدي هنا قبالي؟ I ask Sally to come because I speak to her. هون هي سالي. عزيزتي سالي، هذا هو يوم الرب فلنفرح ونبتهج به. لقد دعاك الرب يا سالي خادمة له في الكنيسة الإنجيلية اللوثرية في القدس والأراضي المقدسة وفي العالم، وهذه هي ليست المرة الأولى التي نقف فيها وجها لوجه في الكنيسة أنت وأنا، فأنت اختبرت يوم الرب في حياتك في مناسبات أخرى. لقد اختبرتها أولا يوم معموديتك كطفلة هنا في الكنيسة، حيث طلبنا بركة الرب لك، وتعهدنا ككنيسة بمرافقة طريق حياتك مع المسيح. كنا نسمع صوت صراخك وإزعاجك لنا في الكنيسة أيام الأحد، وكنا نقول ما هذا الإزعاج، لكن كبار السن كانوا يقولون لنا دوما مكان الصغار هو في الكنيسة، لأن المسيح قال دعوا الأولاد يأتون إلي ولا تمنعوهم، لأن لمثل هؤلاء ملكوت الله. رأيناك هنا في الكنيسة ترتبين كتب التراتيل وتضع الشموع وتلئينها وتهتمي بمدارس الأحد، واليوم الآخر في حياتك حيث وقفنا مقابلين بعضنا البعض كان يوم تثبيتك. في هذا اليوم اعترفت بإيمانك بالمسيح يسوع أمام الله والإنسان. لقد كنت عضوا فعالا في عمل الشبيبة في الكنيسة، حضرت مؤتمرات دينية في داخل البلاد وخارجها، وكان هناك لرعاة الشبيبة مثل القس عماد والقس أشرف والقساوس الآخرين تأثير على نموك الإيماني والروحي. وعندما شعرت بأن المسيح يدعوك لخدمته، تكلمت آنذاك مع سيادة المطران منيب يونان، وأخذت رأيه ومشورته،
وعندما تأكدنا المتران والقساوسة من دعوة الرب لك، تم إرسالك إلى كلية اللاهوت، كلية الشرق الأوسط لدراسة اللاهوت في لبنان. وكانت هذه فترة مباركة لك في التعلم واختبار الإيمان والتعرف على الكنائس الإنجيلية والمسيحية الأخرى في الشرق الأوسط. هنا نشكر من على هذا المنبر رئيس الجامعة الذين ينظرون إلينا اليوم عبر الإنترنت وأعضاء الجامعة في بيروت. نشكر أيضاً الطاقم التعليمي والقساوسة الذي رافقوك في هذه الفترة هنا. بعد نيلك شهادة البكالوريوس التقت الكنيسة آنذاك إرسالك إلى ألمانيا لمتابعة دراسة اللاهوت، حيث حصلت على شهادة الماجستير من جامعة كوتينغن. ولإتمام إعدادك لوظيفة الخصوصية، تم الاتفاق بين كنيستنا في الأراضي المقدسة وجمعية برلين التبشيرية لتنضم إلى دورة إعداد الرعاة والتي أنهيتها في كنيسة أنهالت هناك. إن نشكر أيضاً جمعية برلين التبشيرية ومتران برلين ومتران مقاطعة أنهالت لوقوفهم معك ومع الكنيسة في هذه الفترة. عزيزتي سالم، اليوم ستقفين للمرة الثالثة أمام مذبح الرب لتتلقي بركة الرسامة. لقد قمت حتى الآن بالدراسة والتعلم الأكاديمي، استمعت إلى أفكار وآراء لاهوتية مختلفة، وهذا أمر مهم جدا بالنسبة لعملك المستقبلي. هنا أود النظر إلى الآية التي اخترتها لرسامتك اليوم. توكلي على الرب بكل قلبك وعلى فهمك لا تعتمدي. ماذا يعني هذا بالنسبة لك؟ أنت الآن ستصبحين القسيسة العربية الأولى في كنيستنا الإنجيلية اللوثرية في الأردن والأراضي المقدسة. خدمتك كراعية في الكنيسة لن تختلف عن خدمة الرعاة الآخرين. كل منا يعمل للمسيح ولا يعمل لنفسه. ابحثي عن أبناء وبنات الرعية كما بحث المسيح عن الخروف الضال. لا تنتظري إلى أن يأتي هذا الخروف إليك، سيكون أمامك في عمل الرعاية أبواب كثيرة. لا تيأسي يا سالي إن قرعت على الباب ولم يفتح لك في أول مرة، ولا تيأسي إن صليت ولم تسمعي جواب الرب على الفور. أمامك الآن مسؤولية كبيرة، مسؤولية الرعاية للأطفال والشباب لصغار السن وكبارهم. وما يميز الراعي هو قبول الآخر كما هو. عندما بدأت خدمة الرعاية هنا في الكنيسة، ظننت لأول وهلة بأنني أستطيع أن أغير الكنيسة، أغير الطائفة كما يحلو لي وبشكل سريع. أمور عديدة رأيتها مهمة، لكن مع الوقت تعلمت بأن طرق الرب تختلف عن طرقنا. والمثل العربي يقول الإنسان في التفكير والرب
في التدبير. صلي قبل القيام بأي عمل، ودع الرب يقودك لإتمام إرادته هو، إرادة الرب وليس إرادتك أنت. أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، لقد اجتمعنا كلنا في هذا المكان لنقدم للرب أولاً الشكر، لأن بابتسامة سالي هنا في الكنيسة فتح الله باباً جديداً لعمل الكنيسة في الأراضي المقدسة، باباً جديداً على الصعيد الكنسي وعلى الصعيد الاجتماعي، إذ أننا نقوم دوماً بالوعظ عن العدالة بين الرجل والمرأة. هذه خطوة جديدة لتطبيق القول بالفعل. إن الباب اليوم أصبح مفتوحاً للشابات ليدخلوا منه إلى خدمة الرب في الكنيسة بشكل آخر. إن نصلي إلى الرب أن يمنحك يا سالي روحه القدوس ويبارك عملك. إننا في هذا اليوم نعلن بأننا أصبحنا مشاركين في عملنا مع المرأة في الكنيسة وبكافة المناصب، المناصب الرعوية، المناصب الإدارية، والمناصب التي يحتلها الرجال حتى هذا اليوم. باسم الكنيسة الإنجيلية اللوثرية في الأردن والأراضي المقدسة، باسم جميع القساوسة، باسم جميع الحضور من الكنائس المشاركة في العالم، باسم الإخوة والأخوات من الكنائس الأخرى الشقيقة، إن كانت الكنائس الأرثوذكسية أو الكنائس اللاتينية أو الكنائس الحرة، باسم مجمع ومجلس الكنيسة نقول لك اليوم مبروك، والرب يبارك لك حياتك المستقبلية. وسلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبنا وأفكارنا في المسيح يسوع ربنا. آمين. لقد طلب مني الدكتور قواس أن يقول كلمة باسم مجلس كنائس الشرق الأوسط، أدعوه مجلس الكنائس العالمي، أدعوه لذلك. دكتور قواس would like to say a word in the name of the World Council of Churches. Thank you, Bishop. Good evening, everybody. It is my pleasure and my appreciation to represent the World Council of Churches, the fellowship which contains as a membership churches 355 churches around the world, and especially representing the General Secretary of the fellowship, Reverend Professor Dr. Jerry Bile. Dear Bishop Sani Azar, dear Pastor Sally Azar, Your Eminences, Graces, Excellences, dear brothers and sisters, greetings to you all in the name of our Father, the Son, and the Holy Spirit. It is such a joy and a blessing to join the Fellowship of Churches in the World, the Federation of the Lutheran Churches, and above all, the churches in the Middle East and in the Holy Land to celebrate the ordination of Sally Azar. In the name of the World Council of Churches and its constituency, I present to you our heartfelt congratulations. We rejoice with the Lutheran Church
and with the people of the Middle East and of the Holy Land in particular on this important consecration of your spiritual and ecclesiastical leadership. Dear Sally, we know that being a pastor comes with great responsibilities, gifts, and challenges. We also know that our Lord will accompany you on this journey. He will guide your steps, protect you, strengthen you, and bless you with his wisdom and comfort. Being a young woman pastor in the Middle East is yet another level of responsibilities. You come from a region torn apart by injustice, conflicts. You are here today bringing a message of hope to all people in the Middle East, especially to the youth, that Christians are the indigenous people of this region, that no matter the challenges and difficulties, you are here to stay, to serve, to grow together as a community, walking in the steps of Jesus Christ, our Savior. Dear Sally, be assured that you are not alone. Not only do you have your own church and congregation walking with you, you also have a fellowship of churches from all over the world who are here to support you, accompany you, and walk with you on this ecumenical journey of justice and peace. For you, for us, you are a daughter, a sister, but also a mentor, a leader contributing to the life and mission of our churches. We thank you for your engagement and commitment, offering your life to serve your church and your people. We look forward to continue working with you and serving with you so all our churches and people around the world can be and prosper in the love and grace given to us by our Lord God. Amen. Yours in Christ, Reverend Professor Dr. Jerry Bilet, the newly elected General Secretary of the World Council of Churches. Thank you very much. Thank you, Sayyidina. So we continue our service by singing "The Church is One Foundation." وحيدة مجيدة كنيسة المسيح.
نعمة لكم وسلام من الله أبينا ومخلصنا يسوع المسيح. لقد حضرت إلى هنا الفكار سالي سان إبراهيم شارل عازر لتوصل اليوم لرتبة الخصوصية بالصلاة ووضع الأيدي. بيشوب بريزيدنت ليبيس. More than 2 years ago, the question came up to host you, Sally, as a vicar with us. Sometimes it's easier to be bishop of a small church, as I am, not you. So it was easy for me to say, yes, we would like to host you for the second step of your studies. And in the meantime, you passed it all. It was a pleasure for us. And it's most important for us in Germany as keeping in contact with the worldwide church. And you are an outstanding example, so to say, for a worldwide church. It was a pleasure for us, and of course, sometimes it's easier in a small church, well, to deal, to cope with bureaucracy, but we have a little part of bureaucracy. And the final part I read now in German, because that's a testimony that you passed your second theological exam and bureaucracy. You have to sign the receipt, otherwise it's not worthy. We do it afterwards. So in German. Urkunde für Frau Vikarin Sally Azar, geboren am 10.06.1996. Frau Azar hat am 12. Dezember 2022 das zweite theologische Examen gemäß der Prüfungsordnung der Evangelischen Landeskirche Anhalts erfolgreich abgeschlossen. Evangelische Landeskirche Anhalts, Kirchenpräsident Joachim Liebig, Vorsitzender der Prüfungskommission Dessau-Roßlau, den 12. Dezember 2022, signed and sealed. Congratulations. And this is the reason why we're here now, because of this testimony. Vielen Dank, thank you, President Liebis, for this statement and for the statement for Sally. Mabruk Sally. سيادة المطران سامي إبراهيم عازر جزيل الاحترام. نقدم لسيادتكم للرسامة في هذا اليوم الفيكار سالي سامي إبراهيم شاري عازر التي أعدت وامتحنت وأهلت من قبل الكنيسة لرتبة الخصوصية. ونشهد بأن مجلس القساوسة والمجلس الكنسي قد وافقوا على رسامتها حسب دستور وأنظمة الكنيسة المعمول بها. فلنصلي من أجلها لكي يمنحها الرب الإله المقدرة والحكمة لتقوم بتبشير الكلمة وتوزيع السرين المقدسين وخدمة الرعاية. ونطلب من سيادتكم المضي قدما في إتمام مراسم الرسامة حسب النظام الإنجيلي اللوثري. دعونا نصلي. Let us pray. اللهم القدير أبانا السماوي المحب الذي ينير المؤمنين بروحه القدوس، هب لنا ولخادمتك سالي الذي دعيتها لرتبة الخصوصية روحك القدوس،
وأعطها أن تخدمك بإمانة في هذه الوظيفة لمجد اسمك وبنيان كنيستك بيسوع المسيح الذي يحيا ويملك معك ومع الروح القدس إلها واحدا إلى أبد الآبدين. آمين. والآن دعونا نصغي إلى ما تقوله كلمة الله عن رتبة الخصوصية. فتقدم يسوع وكلمهم قائلا: دفع إلي كل سلطان في السماء وعلى الأرض، فاذهبوا وتلمذوا جميع الأمم وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس، وعلموهم أن يحفظوا جميع ما أوصيتكم به، وها أنا معكم كل الأيام إلى انقضاء الدهر. آمين. وجاء في إنجيل يوحنا: فقال لهم يسوع أيضا: سلام لكم، كما أرسلني الآب أرسلكم أنا. ولما قال هذا نفخ وقال لهم: اقبلوا الروح القدس، من غفرتم خطاياه تغفر له، ومن أمسكتم خطاياه أمسكت. In Christ, God was reconciling the world to himself, not counting their trespasses against them, and entrusting the message of reconciliation to us. So we are ambassadors for Christ, since God is making his appeal through us. We entreat you on behalf of Christ, be reconciled to God for our sake. He made him to be sin, he who knew no sin, so that in him we might become the righteousness of God. From Ephesians. The gifts he gave that some would be apostles, some prophets, some evangelists, some pastors and teachers, to equip the saints for the work of ministry, for building up the body of Christ, until all of us come to the unity of faith and of the knowledge of the Son of God, to maturity, to the measure of the full stature of Christ. We must no longer be children, tossed to and fro and blown about by every wind of doctrine, by people's trickery, by their craftiness and deceitful scheming. From Jeremiah: Woe to the shepherds who destroy and scatter the sheep of my pasture, says the Lord. Therefore, thus says the Lord, the God of Israel, concerning the shepherds who shepherd my people: It is you who have scattered my flock and have driven them away, and you have not attended to them. So I will attend you for your evil doings, says the Lord. Then I myself will gather the remnant of my flock out of all the lands where I have driven them, and I will bring them back to their fold, and they shall be fruitful and multiply. I will raise up shepherds over them who will shepherd them, and they shall not fear any longer or be dismayed, nor shall any be missing, says the Lord. Let no one despise your youth, but set the believers an example in speech and conduct, in love, in faith, in purity. Until I arrive, give attention to the public reading of Scripture, to exhorting, to teaching. Do not neglect the gift that is in you, which was given to you through prophecy with the laying on of hands by the council of elders. Put these things into practice. Devote yourself to them so that all may see your progress.
Pay close attention to yourself and to your teaching. Continue in these things, for in doing this, you will save both yourself and your hearers. When he saw the crowds, he had compassion for them because they were harassed and helpless, like sheep without a shepherd. Then he said to his disciples, "The harvest is plentiful, but the laborers are few. Therefore, ask the Lord of the harvest to send out laborers into the harvest." From the Gospel of John. When they had finished breakfast, Jesus said to Simon Peter, "Simon, son of John, do you love me more than these?" He said to him, "Yes, Lord, you know that I love you." Jesus said to him, "Feed my lambs." A second time he said to him, "Simon, son of John, do you love me?" He said to him, "Yes, Lord, you know that I love you." Jesus said to him, "Tend my sheep." He said to him the third time, "Simon, son of John, do you love me?" Peter felt hurt because he said to him the third time, "Do you love me?" And he said to him, "Lord, you know everything. You know that I love you." Jesus said to him, "Feed my sheep." From 1 Timothy, "Pursue righteousness, godliness, faith, love, endurance, gentleness. Fight the good fight of the faith. Take hold of the eternal life to which you were called." From the book of Acts, "Take heed to yourselves and to all the flock in which the Holy Spirit has made you guardians, to feed the church of God that he obtained with the blood of his own son." Words from 1 Peter. "Tend the flock of God that is in your charge, not under compulsion, but willingly, not for sordid gain, but eagerly. Do not lord it over those in your charge, but be examples to the flock. And when the chief shepherd appears, you will win the crown of glory that never fades away." And from St. Paul, "Think of us in this way as servants of Christ and stewards of God's mysteries. Moreover, it is required of stewards that they be found trustworthy." أيها الأخت سالي، لقد سمعت كلمة الله التي تقول أن ربنا يسوع المسيح عين رتبة الخصوصية وباركها، فهو يدعو رسله ويرسلهم ويمنح سلطان روحه القدوس المناداة بالإنجيل. فثقي بنعمته ومعونته والوظيفة التي فرضت إلى عهدتك تضع على عاتقك أولاً أن تخدمي الكنيسة التي افتداها يسوع المسيح بدمه، وتجري السرين المقدسين اللذان هما سر المعمودية وسر العشاء الرباني، وتحافظي على كتمان أسرار المعترفين.
وتدرب الأحداث في التعليم الإلهي، وترشد الكنيسة في الخدمة، وتعلن الإنجيل لكل واحد، وتسعي راعية إلى خلاص رعيتك بالنصح والمشورة والإرشاد والصلاة، وتواسي الحزانة وتسند الضعفاء وتردي الضالين، وتزور المرضى وتهيئي المشرفين على الموت لآخرة مسيحية صالحة. أن تذكري دائما أنه لا يجوز للقسيسة الإنجيلية أن تعلم غير التعليم المؤسس على كلمة الله الطاهرة الصريحة والمنصوص عليها في الكتاب المقدس، والذي عليه وحده يرتكز إيماننا، كما جاء في قوانين الإيمان الثلاث القديمة للكنيسة، أي قانون الإيمان الرسولي وقانون الإيمان النقاوي وقانون الإيمان الأثناسي، وكما جاء في قوانين الكنيسة الإنجيلية اللوثرية في إقرار أوكسبورغ وفي كتاب الكاتيجيزموس الصغير، أي كتاب التعليم المسيحي لمارتن لوثر. وينبغي أيضاً أن تحافظي على نظام الكنيسة الإنجيلية اللوثرية في الأردن والأراضي المقدسة، وعلى ترتيب خدمة الصلاة العامة المتبع في كنيستنا. أن تحثي الرعاية على السلوك القويم والسيرة الحسنة والاتحاد وعلى المحبة للجميع، وأن تعملي باجتهاد على تحقيق الوصايا الإلهية في الحياة العامة، وتناصري الحق وتقاوم الباطل وتسعي للمصالحة. أن تعيشي بالطاعة لكلمة الله في تصرفاتك اليومية، وتحافظي على الشركة في علاقتك بزملائك، وأن تكوني قدوة للكنيسة في مسلكك المسيحي، وتحفظي نفسك وذويك من العثرات كي لا تعظي الآخرين وتكوني أنت نفسك مرفوضة. ومجمل القول أنا ننصح لك برأفة الله أن تكرسي قوى نفسك وجسدك للرب في وظيفتك، وتكوني مستعدة لحمل الصليب الذي يضعه الرب على خدامه، وأن تطبعي في ذاكرتك أنك ستقدمي حساباً عن أعمالك حين تقفين أمام عرش المسيح. يا ساري، إذا كنت عازمة على أن تأخذي على عاتقك رتبة الخصوصية بعد الاعتماد على الله، فأجيبي نعم، وليساعدني الله على ذلك. نعم، ويساعدني الله على ذلك. دعونا نصلي. اللهم أبانا السماوي الرحيم، يا من قلت لنا بفم ابنك الحبيب ربنا يسوع المسيح إن الحصاد كثير ولكن العمال قليلون، فاطلب إلى رب الحصاد أن يرسل عمالا إلى حصاده. إننا نتضرع إليك أن تمنح روحك القدوس لخادمتك ساري هذه ولجميع الذين دعوتهم لخدمة كلمتك، ليكونوا شهودا لك ويستمروا أمناء ثابتين غير متزعزعين في مجابهة تجارب العالم. احمي يا رب كنيستك من هجمات أعدائها، واقبل دعاءنا منعما بابنك الحبيب يسوع المسيح ربنا. آمين.
لما كنا قد اجتمعنا بمعونة الروح القدس، وبما أن الله قد دعانا بابنه يسوع المسيح، يحدونا اليقين أنه استجاب دعيتنا، فإننا نرسمك خادمة ليسوع المسيح، ونرسلك لخدمة الكلمة والسرين المقدسين. أيها الأخت سالي، إني بموجب هذه السلطة التي خولها يسوع المسيح لكنيسته أسلمك وظيفة القصوصية باسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد، آمين. شوي إيه، كمان شوي. هذه بروفا. الكتاب المقدس. خذي الكتاب المقدس يا سالي. اكرزي بالكلمة واعكفي على ذلك في وقت مناسب وغير مناسب. وبخي، انطهري، عذي بكل أنا وتعليم، فتقوي أنت يا ابنتي بالنعمة. اذهبي ورع القطاع والقطيع الذي سيوكل إليك، لا كرها بل طوعا، لا طمعا في مكسب أو مغنى زمني، بل بتكريس الذات، لا كمن يتسلط على الرعية، بل كمثل صالح لها، فتنالي إكليل الحياة الأبدية عندما يظهر راعي الرعاة يسوع المسيح. فليباركك الرب لتأتي بثمر كثير ويدوم ثمرك. آمين. هلا الزويتها منيحة بتكون. نواصل الخدمة بتسبيح الله بكلمات الترنيمة: نذرت يا يسوع نفسي لخدمتك. Oh.
Dear Sally, in the name of the whole Lutheran World Federation, I would like to pray to God, to him to bless your ministry. Holy and generous God, the source of all life-giving vocations, blessed are you for this day, your creation, for this church, for its vision and openness to the ministry of all your people. Bless Sally, your disciple, who is called in the great tradition of Martha, who confesses you, of Mary Magdalene, who preaches you, of Miriam, who celebrates the deliverance you bring, of Priscilla, who evangelizes. Bless Sally in her calling and in her ministry. Bless all those she serves. Lead and guide her and all of us in accordance with your will. In the name of God, Father, Son, and Holy Spirit. Dear Sally, on behalf of the Evangelical Association for the Schneller Schools and EMS, I bring you a blessing from Psalm 139. Und nehme ich Flügel der Morgenröte und bliebe am äußersten Meer, so würde auch dort deine Hand mich halten und deine Rechte mich leiten. Sally, wo immer dich die Flügel der Morgenröte hintragen in deinem Dienst, sei gesegnet. Bismil ab, will ibn, will ruch el kudus. Amen. Gott hat dir nicht den Geist der Furcht gegeben, sondern der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Gott segne dich und alles, was vor dir liegt. Er schenke dir Kraft und Mut und Geduld. Und er lasse dich immer das sagen, was du denkst, und deinen Glauben in die Welt tragen. Friede sei mit dir. Aber das ist meine Freude, dass ich mich zu Gott halte und meine Zuversicht setze auf Gott, den Herrn, dass ich verkündige all dein Tun. Liebe Sally, im Namen des Jerusalemsvereins und als Freund wünsche ich dir und deinem Dienst Gottes Segen und allen, die dir anbefohlen sind. Sally, on behalf of Berlin Mission and the Evangelical Church of Berlin, Brandenburg and Silesian Upper Lusatia, I remind you of what Jesus said. In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Geh hin im Frieden des Herrn. Dear Sally, blessings from your brothers and sisters from the Protestant Church of Germany. Geh deinen Weg in der Gewissheit, mit meinem Gott kann ich über Mauern springen. Psalm 18. Friede sei mit dir. Sally, liebe Schwester, der Herr segne je. Möge der Herr je bewahren, je open Hart und je menschliche Genegenheit. Der Herr sei bei jou, heel je Leben. En in heel je werk. Amen. Dear Sally, on behalf of the community of the Near East School of Theology, staff, students, former and present, I'm very honored to stand here and give you the blessing. May the Lord keep you, may the Lord bless you, and guide you in your ministry. Amen. Dear Pastor Sally, our sister in Christ, on behalf of the Evangelical Lutheran Church of Finland, I want to bless you with the same words which we use in our ordination. Siunatkoon sinua, kolmiyhteinen Jumala, Isä ja Poika ja Pyhä Henki, ja pyhittäköön sinut palvelemaan Kristuksen kirkkoa aina ja kaikkialla. Amen. The peace be with you.
I can do all things through Christ who strengthens me. Liebe Sally, möge Gott dir eine nie versiegende Quelle der Kraft sein. Er gebe deinen Händen Kraft, vorantreibende Kraft für alle Dinge, die du angehst, und Widerstandskraft gegen alle Anfechtungen und gegen Kämpfe, die du nicht kämpfen musst. Möge dir beides leicht von der Hand gehen. Gott erhalte dir in deinem Dienst deine Leichtigkeit und deinen Schwung, das Strahlen deiner Augen und das Leuchten deines Herzens. So segne dich Gott allmächtig und barmherzig, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Amen. Amen. Now the Lord is the Spirit, and where the Spirit of the Lord is, there is freedom. Liebe Sally, diese Freiheit sollst du dir erhalten alle Tage, dass du glücklich deiner Wege gehen kannst, dass du Nein sagen kannst, wo es nötig ist, dass du auch lass mich in Ruhe sagen kannst, wo du keine Lust hast, und dass du stets gewiss bist, dass du gut bist, wie du bist. Geh hin als Gesegneten des Herrn, der Friede unseres Gottes, er ist da. Immer. Amen. Dear sister in ministry, may the God of mercy fill you with his love and strength, that you may be a visible sign of his grace and forgiveness. Sally, wherever you go in the world, God is walking with you. Put your trust in him. Dear Sally, receive this also from the Evangelical Lutheran Church in America. We pray that God, the Creator who spoke the cosmos into being by a single word, would speak through you with that powerful word, that Jesus, our Savior and sibling, will continue to walk with you in this ministry as you tell people the truth that death is not the final word, but life is. And may the Holy Spirit, that great and powerful advocate and dear comforter, give you the hope and resilience, the resilience that we have seen from the people of Palestine as you continue your ministry. Remember, God doesn't call you where God can't keep you, and be joyful. Pastor Sally, from your siblings in Christ in the Evangelical Lutheran Church in Canada, these words from Micah. What does the Lord require of you, Sally, but to do justice and to love kindness and to walk humbly with our God? Blessings to you. I will start speaking in Arabic. I'll do a small word, and then I'll speak in English, so don't worry. I hope that maybe you can understand some Arabic. نعمة لكم وسلام من ربنا ومخلصنا يسوع المسيح. آمين. إخوتي وأخواتي الأحباء في المسيح. بينما أقف أمامكم في يوم رسامتي كأول قسيسة عربية فلسطينية في الكنيسة الإنجيلية اللوثرية في الأردن والأراضي المقدسة، أتذكر الآية التي اخترتها ليوم رسامتي: ثق بالرب من كل قلبك ولا تعتمد على فهمك. أنا اليوم على دراية كاملة بأن هذه ليست بالمهمة السهلة، وإنني لن أتمكن من القيام بها بمفردي. لذلك سأثق في الرب من كل قلبي، وسأطلب دعم زملائي القساوسة ودعم أبناء
كنيستي لكي نعمل معا لبناء مجتمع قوي ومحب ومخلص. كما أطلب صلواتكم ليقودني الرب في خدمتي لكنيستي وللرعية. وها أنا أقف أمامكم اليوم بعد أن أنهيت مشوار طويل وشاق من الدراسة والعمل والدؤوب. ولكنني أبدأ اليوم مشوار جديدا لن يكون سهلا وواضح المعالم. لقد نشأت في هذه الكنيسة وترعرعت بين أفراد طائفتي وكنيستي، لا سيما كنيسة الفادي، وأنا في غاية السعادة أن أرسم قصيصة في الكنيسة التي نشأت فيها وبين أفراد كنيستي. إنه بالفعل شعور لا يوصف. وبما أن والدي كان قصاً وراعياً لكنيسة الفادي وهو الآن المطران الكنيسة، فقد تعلمت واستوحيت منه ما يعنيه أن يكون المرء قصاً قصيصةً وراعيةً، وهذا ما حفزني لأكون هنا اليوم. في دراسة اللاهوت كانت دائماً هدفاً أسعى لتحقيقه، وكان الجميع يخبرني بأنني سأصبح يوماً ما قصيصة، ولكنني لم أصدق ذلك، وها أنا اليوم قد أصبحت قصيصة. سأتذكر دائماً ما كان والدي يقوله لي في كل مرة كان يقلني من المدرسة إلى البيت، حيث كان يسألني إذا كنت متأكدة من أنني أريد أن أدرس اللاهوت. وقد شدد دائما على ضرورة أن أقوم بهذا العمل من أجلي وليس لأجل أي شخص آخر، وأن أستمع إلى ما يمليه على قلبي. وكنت أتذكر هذا الحديث دائما، ولكنني كنت دائما واثقة مما أريد تحقيقه، وقد حققت ذلك فعلا. لم أعتقد يوما بأنني سأكون أول قصيصة فلسطينية مرسومة في الكنيسة الإنجيلية اللوثرية، لأنني كنت أعتقد بأن هنالك من سيسبقني أو سيدرس لاهوت خلال وقت دراستي، ولم يخطر ببالي أنني سأكون أول من سيستجيب لدعوة الرب في حياتي. لذلك صليت كثيرا حتى تأكدت بأن هذا حقا ما أريده فعلا دون تأثير خارجي من أي جهة أو شخص. وسعادتي غامرة اليوم بسبب كنيستنا الإنجيلية اللوثرية في الأردن والأراضي المقدسة، التي جعلت من رسامة المرأة اليوم واقعا لا يمكن تجاهله، لا سيما في وسط كنائس صديقة من مدينة القدس لا تقبل الرسامة المرأة حتى يومنا، وأيضا ببلاد أخرى. وحتى الكنائس التي تقبل الرسامة المرأة لا تزال المرأة المرسومة لازال المرأة المرسومة تواجه صعوبات جمة. كما ذكرت سابقا، فقد مهدت الكنيسة الطريق أمامي لدراسة اللاهوت من خلال دعم القساوسة والعائلة، ومن خلال البرامج التي تنفذها الكنيسة والتي تهدف إلى تحقيق العدالة بين الجنسين وبناء القادة من الشباب والشابات، وذلك بالإضافة لدعم من والدي كونه مطران الكنيسة. وعليه أود أن أبدي امتنائي وشكري لكل هؤلاء. على مدار السنوات الماضية تلقيت دعما كبير من العديد الأشخاص، بدءا من عائلتي بأكملها، وخاصة أبي وأمي وأختي جوجي وأختي سما والآن بنت أختي سيرة، وجداتي، خاصة جداتي جيهان وعيدة، وللأسف ليست متواجدة معنا جدتي عيدة اليوم. أشكر عائلتي العزيزة على إيمانهم بي.
على إيمانهم بي ودعمهم وصبرهم معي. أعلم أنه ليس من السهل إضافة قس آخر إلى العائلة. وأشكر أيضاً أصدقائي الذين درست معهم في لبنان وألمانيا، والأصدقاء الذين كانت لدي مجادلات ونقاشات لاهوتية لا تنتهي معهم. For understanding. It's a very emotional day. I'm sorry. I'm so glad you're all here. وأشكر أيضا أصدقائي الذين درست معهم في لبنان وألمانيا. الأصدقاء الذين كانت لدي مجادلات ونقاشات لاهوتية لا تنتهي معهم. والذي استمعوا لي وواجهوني وجعلوني ما أنا عليه اليوم. أود أن أشكر بشكل خاص أصدقائي المتواجدين معي هنا اليوم والذين كانوا معي في مراحل مختلفة في حياتي، وأذكر من ضمنهم كلية اللاهوت والجامعة في غاتينغن وهيرمانسبورغ وبرلين، ولجميع أصدقائي الذين يشاهدون البث المباشر لرسامتي، أنتم دائما معي في قلبي. شكرا لجميع أساتذتي في كلية اللاهوت بالشرق الأدنى وفي لبنان، والذين لم يتمكنوا من التواجد هنا بسبب الظروف السياسية. وشكر خاص إلى أساتذتي في غاتينغن وهيرمانسبورغ وجميع المعلمين الذين كانوا معي في ألمانيا ودربوني وجعلوني ما أنا هو اليوم. وشكر خاص أيضا لمرشدتي ومعلمتي إليزابيث ووت الذي وجهتني في السنوات الماضية وتعلمت منها الكثير من الأمور، ولم يكن تلك ممكنا بدون الكنيسة في ألمانيا، المطران في أنهالت والكنيسة في برلين الذي جعلوا هذا ليكون للرسامة. ثم الكثير من الأسماء والأصدقاء لشكرهم، لكن لا يتسنى لنا الوقت الكافي. ومن خلال عضويتي في مجلس الاتحاد اللوثري العالمي كونت أصدقاء، وأود أن أشكرهم على تواجدهم معنا اليوم، كما أود أن أشكر الاتحاد اللوثري العالمي لدعمهم المستمر. ليس لي بس لتمكنهم وتشجيعهم والعديد من النساء حول كل العالم في دراسة اللاهوت. كما أود أن أشكر المجلس الكنائس العالمي وأكت ألاينس وفلم والكثير من الكنائس العديدة التي لا أصلح أن أقولها. وإن كنت أقول شكراً اليوم لا ننتهي. أشعر أن العالم كله ممثل هنا، وأشعر بأنني محظوظة لوجودكم جميعاً هنا. شكراً لكم جميعاً على وجودكم هنا في هذا اليوم، قريباً أو بعيداً. شكراً لكم على دعمكم المستمر. إذا أردت الاستمرار في قول شكراً فلن أنتهي اليوم، لكن يجب أن تعلموا جميعاً أنني ممتنة للغاية لحضوركم. إن سعادتي تكمن بوجودكم. لقد كان بالفعل طريق طويل لكنيستنا، ونشكر الرب الذي أعاننا في هذا الوقت. دعونا معاً نثق بالرب ولا نعتمد على فهمنا، لأننا نواصل نشر كلمة الله وإحداث تأثير إيجابي في العالم. وسلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع ربنا. My beloved sisters and brothers in Christ, as I stand before you today, ordained as a pastor,
I am reminded of the words which are stated in the invitations as well, which is my ordination verse. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. As I embark on this new journey of serving as a shepherd to this community, I want to assure you that I will strive to put these words into practice. I will trust in the Lord with all my heart and lean not on my own understanding as I lead and guide this congregation. I understand that this is not an easy task, and I cannot do it alone. I ask for your trust and support as we work together to build strong, loving, faithful community. I also ask for your prayers as I rely on God's guidance and wisdom in leading this church. Standing here before you today is the end of a long and not easy road, and the beginning of an unpaved and unknown road before me. Many have seen me growing up here in church, as you have also heard in the bishop's sermon, especially this church, the Church of Redeemer, being the place I grew up in and now getting ordained in is an indescribable feeling. I have grown up here being inspired by my father being a pastor, who is coincidentally also the bishop. Maybe I've seen him. It is through him that I learned what being a pastor meant. It is what got me here. You know, starting to study theology was something I have always strived for. Some have told me that I will become a pastor one day because of my engagement in church, but I always was like, yeah, yeah, right? And then look at me now. I will always remember the car ride from school back home with my dad, where he was like, that was the time where I was like, I want to study theology. And he was like, Sally, are you sure you want to study theology? And he made sure telling me, if you're doing this for me, not to do it, and listen to my heart. And this stayed with me, but I was sure that I wanted to study theology all along. And so I did, and the rest is history. I never thought about becoming the first female pastor, to be honest, just because I was hopeful that there will be other women who might study theology and come back to town one day, as you all know how long theological studies can take. But that wasn't the case. So I hope through this day, through this ordination, many women are inspired by it to finally say, now we can finally study theology if you didn't dare, or whatever reason. In general, taking up this call was important for me, as I wanted to make sure that this is what I wanted, not being influenced by any other person. However, coming to this day, I am glad that the ordination today is possible, as it is not possible in many other churches, and even the ones that have it are still facing a lot of issues. As I have said earlier, this road has been long paved for through my church's pastors, Gender Justice Women's Desk, and last but not least, Bishop Sani Ibrahim Azar, whose support is even doubled by being also a father. Thanks. For all that, I am grateful and thankful. Throughout the past years, I've had major support from so many people, endless lists, let's say, starting with my whole family, especially Dad, Mom, Juji, Sama, and now Sira, and both my grandmas, who one of my grandmas is sadly not here today. Especially, I want to thank everyone who's here for supporting me and for being patient with me. I ask you also, my family, to continue being patient with me, and I know it is not easy to add another pastor to the family, so bear with me. Next, I want to thank my friends whom I studied with in Lebanon and Germany, friends whom I've had endless arguments with, who listened to me, guided me, and made me who I am today. I want to especially thank my friends who are here today, representing all these different stages in my life. Neri School of Theology, Göttingen, Hermannsburg, Berlin, and of course, here in the Holy Land. And to all my friends watching live, you are all with me by my heart. And I really dearly wish that you were able to come here today.
Thanks to all my teachers at the New York School of Theology who could not be here today due to the circumstances, to my teachers in Germany, and to everyone who guided me throughout my internship in Germany, especially my mentor, Elisabeth Hort, who has... Elisabeth Hort is right there. she was my mentor for the past 2 years, and I've learned so much from her, and I really appreciate it. She also had to be very patient with me. I also want to thank a lot of friends and council members that are here today from the Lutheran World Federation. Thank you for being here. And on that term, I want to say thank you to the Lutheran World Federation for their continuous support, for encouraging and enabling so many women around the world to study theology. I want to thank all the churches, World Council of Churches, ACT Alliance, Jerusalem's Verein, FinAIDS, and so many more that I cannot list, but I thank you so much with all my heart. We all work together in making so many things possible in many churches. I feel like the whole world is represented here today, and I feel blessed to have you all here. Thank you all for being here on this day, near or far. Thank you for your continuous support. And thank you, thank you, thank you. It is indeed your happiness that makes my happiness. I am glad to be able to do this step for my church. It has indeed been a long way for our church. Together, let us trust in the Lord and lean not on our own understanding as we continue to spread the word of God and make a positive impact in the world. May God's blessing be upon us all. In Christ's love. Amen. نواصل عبادتنا بتسبيح الله بكلمات الترنيمة يا سيدي ما أروع الوجود. أثناء الترنيمة نعبد الرب بتقديم عطايانا. We do the offering hymn, How Great Thou Art.
رب نقدم هذه التقدمة لمجدك ولانتشار ملكوتك على اسم الآب والابن والروح القدس. آمين. The peace of the Lord be with you. Let us exchange the peace of the Lord with each other. المسيح سلامنا. سلام الرب معكم. فلنصافح بعد اوكي سوري يا رب نغني رب السلام. وين مش عارفه انت ليش بقى مننا يا رب السلام. اوكي سوري. ارفعوا قلوبكم. فلنشكر ربنا الإله. إنه عين الصواب والحق. وعلينا أن نحمدك ونشكرك أيها الرب القدوس القدير بربنا يسوع المسيح. ونسبح لك قائلين. قدوس قدوس.
Blessed are you, O Lord God of heaven and earth, who gave his only begotten Son for the sin of the world, so that everyone who believes in him should not perish but have eternal life. May your Holy Spirit rest upon us, that we may receive our Savior with living faith and receive a glorious power when we approach your holy table to partake of the blessed body and blood of your Son. Grant your divine peace to all humankind. ليأتي ملكوتك لتأتي ملكوتك كما في السماء فعلى الأرض وخبزنا كفافنا وأعطنا اليوم وأخذ لنا حقنا كما نأخذ الحق لمن المذنبين الميت ولا تدخلنا في تجربة لكن أشركنا من الشرير لأنك الملك والقوة فاسمعوا كلمات الرب يسوع الذي رسم بها هذا العشاء. إن الرب يسوع في الليلة التي أسلم فيها أخذ خبزاً وشكر فكسر وقال: خذوا كلوا، هذا هو جسدي المكسور لأجلكم، اصنعوا هذا لذكري. وعلى مثال ذلك أخذ الكأس بعد العشاء قائلاً: اشربوا منها كلكم، هذا الكأس هي العهد الجديد بدمي المسفوك عنكم لمغفرة الخطايا، اصنعوا هذا كلما شربتم لذكري. تعالوا الآن لأن كل شيء قد أعد، ذوقوا وانظروا ما أطيب الرب. Come and see how great our Lord is. So communion will be served in four stations, two in the middle and one in each side. There is gluten-free, please state that to the person that is going to share the communion with you. Just say it that you need a gluten-free, and there is also a juice for those who don't need to dip it. And please, in communion, we dip the communion in the wine. God bless you. Thank you.
the gluten-free stations will be on the sides, on both sides, not in the middle.
Let us pray. نشكرك أيها الإله القدير لأنك قويتنا بهذه الهبة المفيدة للخلاص، وندعو إليك أن تجعلنا تؤدي إلى إيمان قوي راسخ بك وبمحبة أخوية صادقة بعضنا لبعض. بربنا يسوع المسيح الذي يحيى ويملك معك ومع الروح القدس إلها واحدا إلى الأبد. آمين. الآن نقبل بركة الرب. يبارككم الرب ويحرسكم، يضيء الرب بوجه عليكم ويرحمكم، يرفع الرب وجهه عليكم ويمنحكم سلاما أبديا. باسم الآب والابن والروح القدس، إله الواحد. آمين. Our closing hymn: Joyful, joyful, we adore thee. Inna qalbi laysa yahwa ghayra fadiya al-habib.